خلونا نبدأ مع زميلتنا شيرين سيف النصر اللي موجودة دلوقتي في المنطقة الترفيهية، واحنا بنتكلم دلوقتي عندك يا شيرين في عرض لفرقة التنورة. لو ممكن تنقل لنا الصورة أكتر من عندك. أهلا بيكي معانا. هاي شيري، زيك، أهلا بيكي وأهلا بكل مشاهدي قناة أون في كل مكان. لسه معاكم أنا في تغطيتنا على مدار اليوم داخل مدينة العالمين الجديدة ومهرجان العالمين في نسخته الثانية. وكالعادة يا شيري، أنا دايما بقول إن مهرجان العالمين في نسخته الثانية هو مهرجان مميز جدا جدا، في فعاليات طول الوقت، عروض فنية طول الوقت يعني. والنهاردة كمان كان يوم استثنائي لأن كان في فرقة فنية عملت عرض مبهر وكل الناس كانت مستمتعة جدا جدا بيه، من أول الأطفال لحد الكبار، كل الناس كانت مبسوطة وبترقص وفرحانة. والحقيقة فعلا الفرقة دي قدمت عرض حي داخل المدينة الترفيهية الموجودة في مدينة العالمين وكان مبدع جدا جدا. لكن خلينا مع بعض يا شيري نستقبل مع بعض الأستاذ محمد صلاح مدير فرقة التنورة التراثية بوزارة الثقافة. أهلا بحضرتك. سلام فندم. أنا وسلم محمد صلاح مدير فرقة التنورة التراثية بوزارة الثقافة المصرية. أنا حضرتك تاني مرة في النسخة التانية على التوالي بنشارك في مهرجان العالمين، للمرة التانية على التوالي. طبعا احنا بنقدم تنوره تراثيه بتعتمد على الوان والمزمار والفلكلور المصري. حضرتك دي تاني مره في نفس النسخه احنا بنشارك فيها، طبعا بناء على المنظمين في المهرجان. الحمد لله طبيعي ان احنا نكون متواجدين لان تبع وزاره الثقافه المصريه في الحكومه المصريه. الدكتور احمد فؤاد هنو حريص جدا ان احنا الفرق تشارك في المهرجان. في معانا فرق مختلفة، فرقة فنون شعبية، فرقة العريش، فرقة الإسماعيلية، فرقة الشرقية للفنون الشعبية. كل يوم بنقدم محتوى مختلف زي ما انتوا شفتوا النهاردة. بصراحة الناس كانوا متفاعلين جدا. مهرجان العالمين الأكبر في الشرق الأوسط، في المهرجانات في الشرق الأوسط على مستوى الشرق الأوسط. الحمد لله بنقدم المهرجان بشكل يليق بمصر على أرض مصرية ومدينة العالمين الجديدة والحمد لله. طيب استاذ محمد، بما انكم بتشاركوا في النسخه الثانيه من مهرجان العالمين فعايزين برضو نعرف ايه المختلف او ايه اللي انت شايفه جديد في النسخه الثانيه. مدينه العالمين ازاي اتطورت من وجهه نظركم كفرقه فنيه؟ لا، مدينه العالمين خلينا نقول اللي فيه طفره حقيقه حصلت غير السنه اللي فاتت. طبعا السنه دي في حاجات اتغيرت في مدينه العالمين كتير جدا. طبعا في شغل عالي جدا، في فرق فنية تشاركت عن السنة اللي فاتت برضو. بصراحة وزارة الثقافة زي ما قلت لحضرتك قبل كده كثفت من الفرق. احنا عندنا موقعين شغالين، الممشى السياحي والمدينة التراثية المسرح الروماني، بنقدم على نفس العرض وكل يوم في عرضين في المسرح الروماني وفي الممشى السياحي. وبصراحة في تطوير ملحوظ جدا في مدينة العالمين، وطبعا ده بيرجع للحكومة والناس بتشتغل، واحنا طبعا احنا جزء من الدولة وجزء من الحكومة، فالحمد لله في تطوير مختلف. طيب ايه هي الرسالة اللي حضرتك حابب من خلال وجودك النهاردة معانا في مدينة العالمين ومهرجان العالمين حابب ان انت توصلها لكل مشاهدينا اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي ورا الشاشة، يعني عن مدينة العالمين الجديدة؟ مدينة العالمين الجديدة بصراحة لكل المصريين مش لفئة معينة، هيجوا هيتبسطوا. كل يوم في عروض مختلفة، إن كان عروض فنية أو أي معارض من اللي موجودة بصراحة. وإحنا زي ما قلت لحضرتك مدينة العالمين لكل المصريين، وشكرا ونتمنى نشوفكم إن شاء الله السنة الجاية، والسنة الجاية تكون أفضل وأفضل إن شاء الله بأمر الله. مشكورك جدا، شكرا جزيلا. وزي ما انت شفتي معايا شاري الاجواء حلوه قوي، الناس كلها مبسوطين، الناس كلها كل يوم حاسه ان مدينه العالمين وكمان مهرجان العالمين بيقدم لهم عروض طول الوقت. خليني كمان اقول لك مش بس في الحته الفنيه او الحته الثقافيه او الاستعراضيه، لا كمان برضو الرياضه، الانشطه الموجوده في مدينه العالمين كل يوم بيبقى في احداث جديده، كل يوم بيبقى في فعاليات بطولات طول الوقت وحفلات بقى فنية وحاجات كده كتير. فعلا مدينة العالمين مدينة متطورة جدا وكل يوم بتتطور اكتر من اليوم اللي قبله. زي كده ما انت شايفة الناس رايحين جايين عادي مبسوطين كلهم. الدنيا هنا لذيذة قوي قوي، مفيش اي تكلفة، بسيطة جدا. مدينة العالمين لكل المصريين. بشكرك يا شيرين. شيرين احنا بنشكرك شكرا جزيلا حبيبتي على الرسالة وعلى وجودك في المكان ومتابعتك لكل انشطة المهرجان. شكرا جزيلا زميلتنا شيرين سيف النصر.